فكانت قصة حب يعني طويلة ومش سهلة. وحتى بعد ما اتجوزوا خالي بعت انذار لوالدتي وطلب منها انها ترجع مصر، وان لو ما رجعتش مصر هيطردها من العيلة. فقرروا انهم يرجعوا مصر، والدتي ووالدي، واخدوا الطيارة وهم راجعين من امريكا. الاستاذ حسنين هيكل كان صحفي لسه في بدايته وقتها، عمل لهم مقابلة على الطيارة، وكانت مقابلة ناجحة جدا، وكانت يعني سابق صحفي. وبس رجعوا مصر، أول ما رجعوا مصر وصلوا المطار فرقهم عن بعض، والدتي من ناحية، والدي من ناحية، ما منع الاتصال ببعض. كان لسه أمله برضو إنه هيعرف يخلي الجوازة ما تمشيش. فغاية ما عرف إن في بطل في السكة، والبطل كان أنا. ان عارف بقى ان والدتي كانت حامل مني، فقال لك بقى خلاص يعني ما دام هي اوريدي حامل بتاع خلاص بقى. فعملوا فرح في مصر في القصر، ودي كانت كمان بقى الاعتراف الرسمي بالجواز. وأضافت فصول أخرى. طبعا جوابات تانية بقى يعني كمان بين والدتي لما كانت موجودة مع الملكة نازلي في أمريكا، بتكتبها لوالدي وبتشرح بقى حياتها اليومية غير اللي الواحد متوقعه خالص عن حياة بزخ وحياة الطرف وبتاع الناس كتيرة كانت فاكراها. يعني بتحكي مثلا ان اولا كان اليوم بيبتدي بان جدتي ما كانتش تحب ان مثلا في الفندق اللي كانوا نازلين فيه في سان فرانسيسكو ان تيجي شغالات مثلا تنظف الاوضه وده كله. فاللي كانت بتوضب السرير وسريرها وكل الحاجات دي كان والدتي هي اللي بتنظف، هي اللي بتوضب، وبعد كده تحضر لها الفطار، تقدم لها الفطار، وبعد كده بقى ينزلوا مشاوير، يا اما يروحوا بتاع ده
المشاوير بقى يتفسحوا يعني يروحوا مطعم، يعني حتى المرادف له حاليا يعني يمكن زي برجر حاجات كده، يعني مش مطاعم يعني مثلا شيك جدا وبتاع. حتى لدرجة ان مرة والدتي في جواب بعتته لوالدي بتحكي ان هي وخالتي فتحية كانوا قاعدين في المطعم مع جدتي، وجدتي قعدت على ترابيزة، كانت ترابيزات الناس بتقعد مع بعضها يعني مش ترابيزة محجوزة لناس معينة، لا كل واحد يقعد في المكان اللي هو يلاقيه فاضي. فزي فاست فود يعني، يعتبر زي مطعم الفاست فود حاليا. فهي كانت قاعدة على ترابيزة وكان في 2 شبان أمريكان قاعدين على الترابيزة، خالتي فتحية قعدت على ترابيزة تانية، وجدتي كانت قاعدة على ترابيزة تالتة في الحتة اللي لقوا فيها أماكن فاضية. فوالدتي ساكتة وبتاكل، وسمعت الاتنين الشبان الأمريكان بقى عمالين بيكلموا بعض ويعني بيجربوا بقى يعني يكلموها ولا بتاع ولا يتعرفوا عليها.